بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكم كامل بخير وكامل مهنية. اليوم راح نديروا مع بعض وجبة، سواء الغدا ولا العشاء، خفيفة ظريفة بالبطاطا. نبداو على بركة الله. بسم الله، المقادير تاعها عندي لهنا كمية تاع البطاطا حسب أفراد العائلة تاعك، حكمتها قشرتها وغليتها في الماء والملح. كيما تقدري تفوريها ولا تقليها، كل واحد كيفاش يحب. أنا غليتها في الماء والملح. عندي زوج حبيبات تاع الزروديه، حبه تاع الطوماطيش، عندي حبه تاع البصل، عندي لهنايا تانيك واحد 4 سنين تاع الثوم، جبن المبشور، عندي لهنايا تانيك الجبن اللي تحبوه بورسيون ولا يعني اي نوع تاع الجبن اللي يحبوه افراد العائله تاعكم. عندي تانيك لهنايا شويه مصدر الدجاج، وعندي التوابل، عندي توابل الشاورما، عندي تانيك راس الحانوت، شويه تاع القزبر، شويه تاع الكركم، وشويه تاع التوابل تاع الدواجن واللحوم البيضاء. نبداو على بركه الله. بسم الله، هنا حكمت المقله تاعي، حطيتها تسخن، دوك نحط فيها هكذا قيس زوج مغارف تاع الزيت. هنا نحط مغرف ونص قبل، ومن بعد نحكم شويه تاع الثوم، نص الكميه هذيك تاع الثوم اللي قلت لكم 4 فصوص تاع الثوم، نحط هكذايا شويه ونخلطها تمتم باش ما تحرقناش الثوم. شويه برك هكذا نقليها شويه برك، ونحط عليها الطوماطيش والزروديه هذيك هكذا، ما تخلوش الثوم تاعكم تتحرق. تمتم نزيد عليها الطوماطيش، هاي فيها الماء ما نخافهاش. نخليها تقلى شويه، نزيد عليها دوك زوج حبيبات تاع الزروديه. هنا بعد ما تقلات لي طوماطيش قلت لكم نزيد الزروديه، هاي ليك. هنا عندي هاد التوابل اللي قلت لكم عليهم، دوك خلطتهم كامل هكذا مع بعض، نحي شويه هكذايا ونحطهم فوق هاد الطوماطيش، والباقي نخليهم للدجاج. الملح اللي هنايا قيس الطوماطيش وهاد الزروديه، ما تكتروش الملح باسكو راح ندير الكرمات في الاخير، باش ما تجيناش الحاله كامل مالحه. هكذا نقص الغاز ونخلي هاد الزروديه حتى تطيح لي، ما حاش تشد الوقت بزاف، الزروديه راهي مسكرفجه. هكذاك واحد 5 دقائق ولا ميم با وطيب. بعد ما طابت لي الزروديه نحكم هكذايا شوية تاع الجبن، هكداك واحد زوج حبيبات ولا 3 تاع الجبن، نفتتهم لهنايا هكذا، نخلطهم حتى يدوب الفرماج وتندمج هذيك الزرودية وطماطيش بالفرماج. نحيهم في طبيصي، ومن بعد نزيد نحط زوج مغارف تاع الزيت واحد اخرين، ونقلي البصيلة تاعي مع هذاك الدجاج. هنا كيما قلت لكم في نص المقله زدت حطيت زوج مغارف تاع الزيت، قطعت هذيك البصله هكذا يا عم تشيدي، قليها غير هكذا شويه، نزيد هذوك الصوص تاع الثوم اللي بقاو لي، نزيد الدجاج ونخلي كل حاجه يتقلى في الاخير كامل نتبل. هنا بعد ما قليت الدجاج تاعي مليح مليح، دوك لهنايا نبدا نتبل ونملح. وكيما قلت لكم الملح روحو غير بالعقل، برك اشاك فوا نقطعو شويه شويه باش يعني ما تجيناش الاكله في الاخر مالحه. نحط لها كامل هذوك التوابل، كنا قسمناهم حطينا شويه في الزروديه، و لابارتي الكبيره خليناها للدجاج. هنا دوك نقصوا الغاز ونخليوها حتى طيب، نخليو الدجاج تاعنا حتى يطيب تماما. البطاطا تاعي ما نحبوهاش ديريكتومون مغليه، ومن بعد نحطوها ديريكتومون ناكلوها، نحب ندير لها طعم. هنا خليت هذاك الزيت اللي طيبت فيه الدجاج، قلت لكم ما كان لا تزيدوا الماء، انا غير على نار قليله طابلي هذاك الزيت اللي راهو لهنايا، نحط فيه هذيك البطاطا تاعي
باش نعطيها الطعم اللي تحبوها هكذايا. كيما نقولو حنايا البطاطا بهذا الشكل يخلوها ما يزيدوش. انا هنا البطاطا تاعي لقيتها شويه مسوسه، دوك نزيد لها شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الاسود، وشويه تاع زيت الزيتون. هكذا شويه تاع زيت الزيتون، شويه تاع الملح، وشويه تاع الفلفل الاسود كما قلت لكم. دوك نصوتيها ونبداو لهنايا في المونتاج تاع الاكلات تاعنا تاع نهار اليوم. هنا بعد ما صوطيت البطاطا تاعي هاي ليك، دوك نخليها بابان تبرد لي برك شويه باش ما يطيبليش البيض. هذا ما كان هنا بعد ما بردت لي البطاطا بديت نكسر في البيض لهنايا فوقها، يعني ماشي بارده كامل، نحيت لها برك هذيك السخانه اللي بزاف وخلاص. نزيد لهنا شويه تاع المعدنوس، هذا المعدنوس اللي كنت خدمته معاكم. شوفوا قلت لكم تنحيو غير لا كونتيتي هكذايا اللي تسحقوا وتعاودوا ترجعوا، وكي تنحيو شوفوا وحده برك راح يتنحى، ما تسحقوش يعني كامل، تخلي واحد يدي كونجلا ولا هكذا. نزيد عليها شويه تاع المعدنوس ونخلطهم لهنا دوكا مليح مليح. بسم الله. انا هنا ما راح نزيد لا ملح لا فلفل اسود، اللي تحب تزيد شويه تاع فلفل اسود شويه ملح تقدر، وما من هنا في الزرو ديالي اللي تحب تزيد فلفل احمر تزيد، انا ما كانش عندي الفلفل الاحمر. هنا نحكم المقله تاعي ندهنها غير بشويه برك تاع الزيت هكذا برك غير بالبنسو باش ما تلصقليش. هذا ما كان هنا لازم تكون المقله ما تلصقش باسكو سينو راح تلصق لكم، سينو حطوا بابي كويسون من تحت اللي ما عندهم قليل يلصقوا. نبداو بالبطاطا هي الاولانيه، هنا دوكا كي حطيت البطاطا نزيد نحطها بزرو ديال الطوماطيش اللي درتهم من الفوق، نسي نوزعهم هكذا عشوائيا هكذا. بعد ما وزعت الطوماطيش تاعي والزرو ديال قلت لكم عشوائيا هكذايا، نزيد الدجاج هدايا، وهنا بيان سور المقله تكونوا غسلتوها من قبل ونشفتوها ومن بعد تدهنوها بالزيت ولا بالزبده كيما تحبوا. هاد الصوره اللي راكم تشوفوا تاع الكركم زيدي وزعي هذاك الدجاج تاعك من الفوق. دوك لهنا نزيدو الفرماج، وفي الاخير كامل الجبن المبشور. هنا بعد ما حطيت الجبن المبشور تاعي دوكا واش ديروا، حكموا الغطاء غطوا لهنايا دوكا المقله تاعكم وحطوها فوق نار قليله. هنا راهو كل حاجه طايب، واش يبقى؟ يبقى غير البيض هذاك اللي راهو لداخل البطاطا يطيب لنا وخلاص. هذا ما كان ما تقلبوها ما حتى حاجه، وفي الاخر كامل راح نشوفوا النتيجه الاخيره. وهاي ليك النتيجه الاخيره تاعنا، شوفوا كيفاش تخرج، صدقوني من اروع ما يكون، فيها واحد البنه روعه روعه. هي قلت لكم ما لازمش تقلبوها هاد الاكله، واش ديروا خليو فرماج برك يدوب والبيض راح يشد لنا البطاطا تاعنا من تحت وخلاص. تقدروا تقدموها هكذا تقلبوها عادي، حطوا طبيسي قلبوها من المقله لهذاك الطبسي ومن بعد عاودوا رجعوها عادي، يعني كيما نقلبوا كيما نديروا دائما طورتيلات. دوك لهنا نسي نقسم معكم طريف باش تشوفوها برك كيفاش جات لداخل، صدقوني من اروع ما يكون. واللي عندها الموتزاريلا راح تجي فيها هذوك الخيوط كيما تاع البيتزا، تخرج من اروع ما يكون. اكله يعني خفيفه ظريفه يحبوها الكبار والصغار. اي لازم نخلوها تشد روحها شويه باسكو راهي سخونه، لازم نخلوها حتى تبرد شويه. هاي ليك شوفوا لهنايا كيفاش تخرج. هاي ليك شوفوا صدقوني من اروع ما يكون.
نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم كي العاده دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.